عن هذا الملف ينضم إلي الأستاذ إبراهيم مواسي، وهو مزارع وعضو مجلس النباتات. مساء الخير أستاذ إبراهيم، لو تصف لنا من وجهة نظرك يعني حال المزارعين وأبرز الصعوبات التي تواجهكم في هذا التوقيت، ويعني إن خصينا بذكر أيضا منطقة المثلث. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. الواقع الزراعة العربية أسوة في الزراعة اليهودية في البلاد. في العقدين الأخيرين تعرضت إلى مواجهات وتحديات في الصمود أمام هذه التحديات. أولا، الزراعة نتيجة العولمة المباشرة اللي في التسعينات بدأت فتح الأسواق بين الدول وإتاحة المجال لتبادل البضائع، الأمر اللي أدى إلى انخفاض الأسعار من جهة وتضمر المزارعين من جهة ثانية وترك الزراعة. فكثير من المزارعين في المثلث والجليل الغربي تركوا الزراعة لعدة أسباب. السبب الأول والمباشر اللي أولا اللي المواطنين العرب توسعوا في البناء على حساب الرقعة الزراعية. اثنين، مخصصات المياه من سنة 1987 وزارة الزراعة وزارة المالية مع مفوضية المياه قلصوا تقريبا 30% من مخصصات المياه، وطبعا بدون المياه ما بصير زراعة. فالعامل الثاني غلاء الموارد والمصاريف، مصاريف في الإنتاج. اليوم المصاريف مثلا العمال الأيدي العاملة تساوي 50% من المصاريف، وكذلك الأسمدة والأدوية. فهذا كلياته مع انه قطع الاراضي الزراعيه نتيجه العوامل الارث للارض، اتقسمت الاراضي لقطع صغيره، فما بتكون هناك جدوى اقتصاديه للتعامل مع الارض وتجني ارباح اللي هي كافيه. فاليوم بنعرف الزراعه هي بحاجه لمساحات كبيره جدا. فبنرجع للمثل القديم اللي كانوا ابائنا واجدادنا يقولوه عن الزراعه، الكثره لمامه، يعني بدك تزرع مساحات واسعة جدا جدا، يعني مش أكثر من 100-150 درهم، حتى إنه هناك يكون جدوى اقتصادية اللي الإنسان يعني يعيل بيته من مصاريف البيت ومن تعليم الأولاد وبناء مستقبل الأولاد. طب أستاذ إبراهيم، ولتجاوز كل هذه الصعوبات يعني التي تصفها وهي صعوبات جدية تواجهكم، أي الأبواب طرقتم مؤخرا، وما هي الإجابات أو الردود يعني التي سمعتوها؟ اللي بدي أقوله إنه نتيجة العولمة ونتيجة الظروف هاي كلياتها، دائما الشريحة الأضعف اللي هي يعني في الواجهة اللي ممكن تتأثر أكثر شيء. فإحنا المزارعين العرب نقدر بأن عندنا مصالح تجارية أو مصالح زراعية صغيرة. فاليوم اللي بصير إنه المصالح الكبيرة اللي هي قاعدة بتصمد، وبرضه في المصالح الكبيرة هناك مصالح أصغر اللي قاعدة بتترك المجالات هاي حتى في التجارة العادية مش بس في الزراعة. فإحنا كعضو في مجلس النباتات اللي من خلال هذا المجلس بنرفع صوتنا وبنحتاج وبنطالب مثلنا من أسوة مثل مزارعين اليهود. فالمسألة هي عامة طامة مثل ما قالوها، الكل بتعرض لها وبالذات المزارع العربي، لأنه المصالح عندنا مصالح صغيرة جدا. فهناك ميزانيات، ولكن هذه الميزانيات لا تكفي. دائما احنا بنقول مثل ما في اوروبا بيطلبوا دعم كامل للمزارعين في اوروبا، ففيش مانع برضه المزارع الاسرائيلي سواء العربي واليهودي انه يحصل على الميزانيات حتى انه يقدر يكون في واجبه نحو الارض ونحو نحو عيلته. هل يوجد خطوات الآن يعني ستتخذونها أستاذ إبراهيم في الأيام القادمة في المستقبل القريب يعني لمحاولة التغلب على هذا الواقع الذي يضر بمصدر رزقكم؟ إحنا في السنة السابقة مع حكومة السابقة اللي كان وزير المالية ليبرمان، واللي وضع خطة إصلاح إنه يشجع الاستيراد من الخارج ويبطل الجمارك عن هاي البضائع. فطبعا استيراد الفواكه واستيراد الخضار واللحوم والبيض وكل هاي الاشياء، فهذا الشيء اثر علينا كمزارعين في التنافس، اللي اول شيء نزل الاسعار من جهه واعطى قوه لشبكات التسويق انها هي اللي تكرر الاسعار، يعني حولونا احنا رهائن
في شبكات التسويق مثل يوحنانو، مثل رامي ليفي، مثل سوبر سال، هم اللي صاروا يقرروا الاسعار من جهه، واللي والمواطن والمستهلك العادي هو يدفع الثمن. يعني الاستيراد الهدف منه انه تنزل الاسعار لصالح المستهلك، لكن للاسف صار شيء عكسي. فاحنا يعني قمنا بالاحتجاجات، قمنا بالمظاهرات في الكنيست، وفي وسكرنا شوارع رئيسيه، وفي هناك كان لوبي في الكنيست اللي تبنى هذا الموضوع، انا كنت واحد منهم، وفي هناك مؤتمرات. احنا دائما بنطالب وبنتابع وبنحصل على اشياء، اما مش اللي بدنا اياه كلياته. فبصدد هذا الموضوع يعني الشهر في اخر شهر 5 اللي تكلم علينا، في هناك اجتماع في الكنيست اللي داعيين عليه كل اللجان الزراعيه في البلاد من اتحاد المزارعين وكل المنظمات، حتى ناثر على القرارات. ونحن سنتابع هذه الجلسة في الكنيسة نهاية شهر أيار القادم، وحتى ذلك الحين أيضا كل التطورات في هذه القضية. أستاذ إبراهيم مواسي المزارع وعضو مجلس النباتات، جزيل الشكر لك على هذه المداخلة. شكرا لكم ولاهتمامكم في موضوعنا.